والله لا يجمعك قوة والله تحس الراس والله لا يجمعك فيه عبد الدكتور ارجع لورا انت ولا لكن شو ارجع لورا على يخت مثل ما لاختار لك روح ارجع عن ابر ولا مناصنة غير الوزويزة نبر بس لو ما كنت اخي واكبر مني كنت بورجيك شو راح اعمل شو بدك تسوي يعني روح على ابر وشي ولا نبر راح اسمع قومك فوق لك شوفي شوفي شو بكون قصدت يا بن صبحية فشيتي غليك ولك يا وخمة يا أنشحة لك ما بكفي متحملين وخامتك وأنشحتك وقلة برودك مرتي ما دخل بنوب يا مو بنوب بنتك اللي بدها ترباية إذا قصني ترباية أبي بيربيني مو أنت لك خرسلي الله لا يوفقك يا بنت كتابة السحورة خربتيها يا مو خربتيها وقعدتي على تلتها ليكي مرت عمي أنت زودتيها معي كتير ها اسمعوا لي لسانك بقطعه اذا بتحكي مع امي كلمه تانية رجي الله يقطع لسانك يا كريمه والله لكسر راسي قولي قولي دحين كسر راسي عبدو لك شو عم تساوي حامل الكرسي بدك تكسره على راس اختك يا كبير يا فهمان يا عم شو عليك لك شو فكرني انا متت ولا فكرني انا رجع الكرسي بهالبيت وهي هن السحورة اللي شفتها عم تطمرن هديك المرة بالحوض أعوذ بالله فضايل قل هو الله أحد فضايل الله والنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله عمي الله يخليك والله كل هالشي صار غصب عني وشلون غصب عنك يعني؟ أمي هي كانت تجيب لي هدول الشغلات وأنا ما كنت بعرف إذا هن سحورة أو غير سحورة وهي كمان كانت تقلي شو أعمل فيهم يعني انت ما بتعرفي اذا كانت سحورة ولا لا والله يا عمي ما بعرف ان شاء الله بعد بعيوني اذا كنت بعرف ان شاء الله الهي بتعدمين وبتعدمي امك صبحية بنت الدومر يا حق بس يا عبدو انت اسكتي والله انا مظلومة يا عمي وحياة الله مظلومة يعني بفهم من كلامك انه امك كانت تجيب لك سحورة وتجبرك على انك تحفري وتطمرين ببيتنا ايه عمي ايه وشو معناتها الابر المشكوكة بهي بقطعة اللي ايه والله ما بفهم بهالقصة يا رجال بس النسوان قالوا لي انه الابر مشان يندمى قلبه دمي ليلي ما عمل له او ما عمل له السحر واللي مشان يدوب وينسلى هيك مثل اللي ومين فينا اللي بده صبحية تجرح له قلبه وتدمي له اياه مين يا وفيا ما بعرف عمي والله العظيم ما بعرف ما بتعرفي ايه شو علي بكره ببيت اهلك بتصيري بتعرفي الله يخليك يا عمي الله يخليك انا بدي ضلني هون ما بدي روح على بيت اهلي اسمعي ولي وفيقه اذا بدك تضلي هون وما ينخرب بيتك بدك تقولي لمين معمول هالسحر امي قالت لي خدي هاي السره وتمريها بقلب الجنينه وسمعتها كمان عم تقول دواكي عندي يا رويده رويده إلهي لا يوفقك ولا يأشعر خير يا صبحية يا بنت الدومري الله لا يوفقك وينتقم منك عبدو إيه أبي نادي لي على عمك أبو صفوان قل له أبي عوضك ضروري ولا ترجع لي هو معك يلا أمرك يا أبي بقى شو رأيك بعمايل مرتك معنا هي سمعت بإذنك أخي بصراحة الشغلة كلها مو فايتة براسي أنا ولك بنتي أنت متأكدة إنه أمك عطتك سحر قالت لك حطيه بجنينة عدنان بلاها الحركات هي أنا حركات هي حركات النسوان اللي عم تعملها ولك عم لك طالعنا السحر بإيدنا وبنتك اعترفت بهالشي جاي هلا تغمزها مشان تنكر لك شو مفكرنا جدبان ولا على البركه شو هاي غمزها ما غمزها ما غمزتها نهايته مرتك ما عاد إلها فوت على هالبيت يعني بالمشرمحي هالبيت إلها وخليها تهوب لنا تاني شي بنتك بتروح لعندكم بشهر مره بتخلي الولد هون ولما بدها ترجع انا بدي فتشها بايدي واذا انا ما كنت موجود مرت عمها بتفتشها ايه وصلت لهون ايه اخي وصلت لهون واكثر ومرتك هي السبب لك ما بتتذكر شلون ورطتك مع صورك ابو وضاح وشلون طلعت بالخجه قدام رجال ولا يوم ورطتك بخناقه مع ابو فخري ولا 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 شو بدي اعدلك اعدلك اذا هيك ماشي الحال قومي بنتي قومي قومي بيت ابوك يا اولى فيكي قومي وفي امل اطلع من البيت إلا إذا هي رادت إيه عمي؟ أنت بدك بيت جوزك ولا بيت أهلك؟ بدي بيت جوزي إيش كان هيك خليكي هون على طول نحن كمان ما عاد بدنا إياكي أخي أبو عبدو نحن في إلنا حرمة عندكم هون بالبيت بدنا إياها بعد كم يوم يا
يعني من بعد اذنك. هذا موضوع ثاني بعدين بنحكي فيه، يعني لبعد 40 من الجيل. ماشي عن اذنك. اذنك معك. وين صفوان؟ فوق بوطه ابن عمي. ليش ما نزل لعندي على الدكان؟ والله ضعفان وماله حسنة. شو بدك لك ابن عمي؟ شو بك ابن عمي؟ والله من امبارح مالك على بعضك، شو القصة؟ شو القصة؟ ولك بهدلتيني قدام الناس وعم تقولي لي شو القصة؟ أنا بهدلتك قدام الناس؟ إي نعم أنت. وبشو بهدلتك بقى؟ ولك مو عيب عليك يا آدمية يا بنت الأوادم تعملي سحر وتبعتيه مع بنتك يحطه بأرض ديار بيت أخي؟ وشي حرق وشي طمر وشي رش؟ ولك أنت ما بتستحي أنت؟ ولك ما فيكي دم؟ أنا؟ وحياة راسك؟ لا تحلفي بالله ولا براسي، إذا بدك تحلفي احلفي براس أبوك لأنك عم تكذبي. لك عدنان، أنت من إمتى بتحاكيني بهالطريقة؟ لك أنا طول عمري رافع راسي وبشوف حالي انه انت ما بترضى يجيب حدا معدلي بالعاطل، هلا قايم تبهدلني مشان بيت اخوك اللي عم يتبلوني تبلي. عم يتبلوك تبلي؟ ولك بنتك هي اللي حكت بعظمة لسانها وقدام بيت عمها. مين؟ وفيقة؟ ايه نعم وفيقة. لك الله يقصف عمرها. ولا اعتدي عليها لانه كشفتك ما؟ لك انت بتصدق عني هيك حكي؟ ولك أنا بحياتي ما صدقت كلمة بالباطل عنك، بس لما بنتك بتحكي بعظمة لسانها بيكون حكيها مظبوط. ولك ساوتيني مثل الأملة المفروكة قدام بيت أخي. أنا؟ إيوه هلأ فهمت الملعوب. أنا ملعوب؟ ملعوب أختك أم وضاح ومرت أخوك أم عبده. شو دخل أختي أم وضاح؟ أنا رح أحكي لك القصة من أولها. هي أختك أم وضاح من غازة لأنه خطبنا رويدة لابنك صفوة. شو الحكي؟ لعمة وأم عبده مطابقة معها. لا ديبة الله يرضى عليكي، بس تخلصي اللي بين إيديكي بدي تفوتي على الليوان تعزلي لي بدي إياه عميل مع لمع. على عيني، أنت بتأمري. ما يأمر عليكي زالي. شوفي عندك تعزيل تنظيف احكي، لا تستحي مني. ما بسترجي تقل عليكي، بخاف تضربيني بالعصاية مثل أم تحسين. بعيد الشر عنك، عم تشبهي حالك إلا. لك أنت معلمتي وست راسي، لك وقد ما خدمتك ما بحسن كافيكي. انت مفضلة رويدة خانو. الفضل لله. قدريتي انه ام نصري لقيت عروس لابنها؟ اف خي الله يفرح قلبها. مرحبا خالة ديبة. اهلين سميحة خانو، ايه ما تبله هالطلة. لك تقبريني ايمتى بدي شوفك عروس وافرح فيكي؟ عن قريب ان شاء الله رح تشوفيها عروس. عن حقا؟ يا مروحي شقي على الطبخة. على عيني يا عيني. دخلك العريس من الحارة ولا من برات الحارة؟ لا من الحارة، وهلأ بدي ابعتك لعندهم تودي لهم خبر. ايه على عيني. مين هنين؟ بيت أبو خيرو. ايه والله والنعم، جماعة أكابر الله يهنيكم. بس شوفي ديبة، اوعك تجيبي سيرة لحدا. لا يوه أم وضاح سرك البيت، لا تخافي. رويدة خانم. شو ديبة؟ خير شوفي شوفي هالشوفي. شو هاد؟ سحر. سحر؟ وشو جاب السحر لبيتنا؟ ما بعرف. وين لقيتي؟ لقيته بالطراحة، كانت مفروطة شوي ومدخل فيه. يا لطيف، ومين بده يحط لنا السحر؟ الله لا يوفق أولادين الحرام، الله ينتقم منهم. تقبريني ديبة، روحي كملي التعزيل قبل ما يجي أبو وضاح، وبكره منشوف لنا شي شيخ بيقلنا شو بدنا نعمل فيه.